أنا محتاج أسمع مش صوت إنسان بيكلمني، أنا محتاج أسمع صوت الروح القدس هو اللي بيكلمني. أطلب من الرب علامة، أطلب من الرب رؤية، أطلب من الرب يضع إيده عليك في هاي اللحظات ويبتدي شغل فيك في حياتك. قل يا رب أنا محتاجك، املاني. أنا أعلن أول إنسان احتياجي إليك يا رب في هذا اليوم، أعلن يا رب أنك أنا بدونك مش هقدر أفتح فمي ولا بكلمة، أنا بدونك صفر يا رب، لكن معك أنا أعظم من منتصر. أعطيني نعمة وأعطي لإخواتي نعمة، أعطي رسالة، أعطي كلمة تكون تشبع القلب، تروي النفس، تقودنا يا رب إلى ينابيع ماء جديدة، تفتح عيوننا على أمور جديدة يا رب. أول مرة يمكن نسمع هذه الأمور، لكن أنت يا رب تفتح أذهاننا حتى نرى نسمع نمسك سلطاننا في هذا الزمن اللي مليان يا رب حروبات العدو. غطي عبدك يا رب، وغطي كل كنيستك بدمك، اخفي عبدك وراء صليبك، وأظهر أنت يا رب وتكلم فينا في اسم الرب يسوع. آمين. هللويا، مبارك اسم الرب. اليوم رسالتي من سفر الرؤيا، اللي عنده قدرة على الوقوف يا ريت يقف، واللي ما عنده قدرة الرب عارف قلبك. سفر الرؤيا في أي عهد؟ جديد دارسين. أوكي. سفر الرؤيا إصحاح 2 ابتداء من عدد 18 لغاية العدد 29. سفر الرؤيا. وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل، إنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب، ها أنا ألقيها في فراش، والذي يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادهم أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله، ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذي لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقل آخر، وأنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجي، من يغلب ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطان على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي، وأعطيه كوكب الصبح، من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح الكنائس. آمين. تفضل الصراحة. اليوم رسالتي شوي خاصة، من نوع خاص شعرت الروح القدس على قلبه أنه أتكلم فيها، وأعطيت اسم لهذه الرسالة: الكنيسة التي في ثياتيرا والمرأة إيزابل النبية. حدا سامع بإيزابل؟ حدا يعرف إيزابل؟ طيب. إيزابل. طيب، الاسم الكنيسة التي في ثياتيرا والمرأة إيزابل النبية. رحبني رسالتي على ثلاثة أبعاد هامة جدا، كل بعد من هذه الأبعاد ممكن الرب يكلمنا فيها برسالة خاصة. رسالة إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا. المرأة إيزابل تعلم وتغوي عبيدي لكي يزنو، من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطي سلطان على الأمم. بداية بدي أقول كلمات هامة جدا، في سبع كنائس كتب لها الروح القدس على فم يوحنا. كل رسالة من هذه الرسائل الرب يسوع أخذ فيها شكل أو صورة معينة من الصور اللي يحب من خلال الشكل أو المنظر أو الطريقة
اللي وصف فيه يوحنا شكل الرب يسوع ابن الله بطريقة معينة حتى الكل يفهم هدف الرب أو قصد الرب من هذا النوع من الرسائل. لذلك بداية أقول أنه كل مرة راح تقرأ واحدة من الرسائل راح تشوف منظر مختلف للرب يسوع. هذا المنظر للرب يسوع يحدد طبيعة العمل، يحدد الفكر أو الطبيعة اللي الرب يسوع بده يتكلم فيها مع هذه الكنيسة. لذلك راح أبني كلامي هذا اليوم بالمقطع الأول بهذه الكلمات اللي حكاها يوحنا بالروح القدس والمنظر اللي رآه يوحنا، وأكتب إلى ملاك. كلمة ملاك معناها راعي الكنيسة أو الشخص المسؤول أو القائد الروحي أو كل شخص. ملاك الكنيسة يمثل الكنيسة بالكامل، فالكلام موجه لراعي الكنيسة وأيضا الكلام موجه لشعب الكنيسة وقادة الكنيسة. فرسالة واضحة، يكتب رسالة الرب يسوع بيكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا. هذا الملاك كان ملاك كنيسة، إذن الكلام يتكلم عن مين؟ عن كنيسة، عن مؤمنين، عن شعب للرب. فواضح الكلام. لما أقول كنيسة أنا ما بتكلم عن كنيسة الاي بي سي، أنا بتكلم عن كل كنائس الرب. كل كنيسة متوقع منها الرب أن تأخذ موقف روحي اتجاه أي عمل ضد مشيئة الرب. كل كنيسة رب منتظر من الكنيسة أن تكون كنيسة شجاعة، منتظر من الكنيسة أن يكون للكنيسة سلطان، معرفة، علم، حكمة. فالرب يبحث عن هذا النوع من الكنائس. لو وجد هذه الكنيسة راح يتكلم مع هذه الكنيسة. لو رأى الرب الكنيسة غير متاحة، مغلقة، مقفلة روحيا، ما عم تطلب الروح القدس، راح يتوقف الرب عن إرسال رسائل لهذه الكنيسة. فلما الرب يكلمك اليوم معناها أنه بيطلق رسالة إلي وإلك. هدف الرب أنه نعمل إشي في مشيئة الله لأجل الكنيسة. مش هدف الرب ينتقد الكنيسة، مش هدف الرب ينتقد المؤمنين، هدف الرب يبني الكنيسة بشكل كامل. أمين؟ وأكتب إلى ملاك الكنيسة في ثياتيرا. هذا يقوله من؟ مين ابن الله؟ يلا قوله بصوت عالي. يسوع، يسوع اللي بيتكلم إلى هذه الكنيسة، الذي له عينان كلهيب نار. عارف لما حدا يغضب وتنظر بعيونه تقول له طالع شرارة من عينك، طالع لهيب من عينك، طالع نار، مش قادر أنظر لعيونك لأنه في نار عم تطلع من عيونك. ورجلاه مثل النحاس النقي. النحاس عادة يرمز للدينونة، نحاس يرمز للدينونة. فبيتكلم الرب يسوع جاي على كنيسة وعيناه لهيب نار. تخيل اليوم الرب يسوع يدخل من هذا الباب وعيناه لهيب نار وينظر إلى واحد واحد من عندنا ويبتدي يقول لك هذه الكلمات، يقول لك كل اللي أنت عملته أنا شايفه. اسمعوا هذه الكلمات. أنا عارف، يلا معي، أعمالك، أنا عارف محبتك. رح أخلي كلمات بسيطة. أنا شايف كل أعمالك، أنا عارف مقدار محبتك، أنا قادر أقيم خدمتك. أمين؟ وأنا بنظر لإيمانك وقت الاحتكاكات، وقت اللي شايف إيمانك، كمان شايف قدي أنت تصبر وتتحمل الآخرين، وأنه أعمالك الأخيرة أكثر من أعمالك الأولى. أقول لك الرب معناه أنا شايف كل شيء عنك. لا تتخيل أنك أنت مخفي عني، حتى لو أنت مخبي نفسك عن الرب، أنا شايف كل اللي أنت عم يتحرك فيك. أنا شايفك أنت شو بتعمل بالضبط معي، شايفك. وما بدي أقول لك إلا كلمات بسيطة جدا، أنا أقدر اليوم أقيم كل شيء. ممكن الناس اليوم تقيمك غلط، ممكن الناس تقيمك أكثر ما أنت تستحق، لكن بدي بداية أخلي قدامك هذا المقطع. الرب شايف أعمالك، رب شايف اللي أنت بتعمله كله. يا رب أنا بس بعمل بالسر، لك أنا شايف أنت شو بتعمل بالسر. يا رب أنا أعمل أشياء وما بدي حدا يعرف فيها، أنا بعمل هيك وبعمل هيك، ولك أنا شايف أعمالك. أنا عارف قدي أنت تمتلك محبة، قدي عم تطلع محبة، قدي جواتك في محبة. أنا بعرف أقدر أقدر وأقيم المحبة اللي أنت بتحملها بداخلك. محبة اسمها أجابة، محبة باذلة، مش محبة منتظرة من أحد شيء. مش بحبك حتى تعطيني، مش بحبك حتى تقولي thank you، مش بحبك حتى أنت تستاهل أني أنا أحبك. كم واحد يستاهل محبة يسوع؟ ولا واحد. طب ليه مات يسوع؟
عشان المحبة، لأن هكذا أحب، أحبك بطريقة ولا حدا يعرف قديه. ممكن أبوك يحبك، أمك تحبك، أخوك يحبك، لكن وقت الموت ما حدا يموت لأجلك غير المسيح. هللويا. لذلك الرب يقول هذه الكنيسة أنا مراقب كل شيء، كل شيء، مش بس الأشياء الجيدة اللي بحياتك، مش بس أعمالك ولا محبتك ولا إيمانك، أنا أيضا شايف توهانك، أنا شايف تشويشك، أنا شايف خوفك، أنا شايف ضعفك، أنا شايف الأمور اللي أنت بتظهر فيها جيد والأمور اللي أنت بتنكسر وبتوقع فيها وبتتوه فيها، وشايف كل ضعفك وشايف كل شيء أنت بتجتاز فيه، إن كان أمور جيدة وأمور مو جيدة كله واضح أمامي. بعد هذه الرسالة الحلوة اللي حكاها الرب اللي عيناه لهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي الصافي المصفى، يبتدي يتكلم مع ملاك كنيسة ثياتيرا بطريقة مختلفة جدا. رح يتكلم بثلاث طرق مع هذا الملاك أو مع ملاك الكنيسة. قال له هذه الكلمات: لكن عندي عليك قليل. قليل عندي عليك قليل. شو اللي عندك يا رب علي؟ قال انك تسيب، تسيب باللغة العبرية اليوناني معناها تتساهل. تتساهل مع مين؟ المرأة. هذه المرأة شو اسمها؟ إيزابل. عارفين الاسم. هذه المرأة إيزابل، هذه المرأة إيزابل كانت مرأة داخل كنيسة ثياتيرا. اوكي، اكتبوا على كلامي. امرأة حقيقية داخل كنيسة ثياتيرا. هذه المرأة كانت تدعي انها نبية. ما معنى كلمة نبية؟ تتنبأ. النبي، نبي يحمل صفتين. نبي معناها ممكن شخص يوعظ يعلم، ومش هذا اللي هو ينطبق على إيزابل. ونبي معناها يقول كلام، يطلع كلام ويقول هذا الكلام انا اخذته من الرب، اعلم من خلال الكلام. هذه إيزابل شو كانت تعمل؟ قال له الملاك الكنيسة، قال له كل اللي أنا بقدرك عليه اللي أنت عملته، إيمانك، محبتك، صبرك، لكن في شيء أنت أهملته. شو اللي أهملته داخل الكنيسة؟ قال إنك تسيب، إنك تتساهل مع امرأة تدعي إنها نبية. تدعي إنها نبية. ليه تدعي إنها ليه نبية؟ ليه ما قالت تدعي إنها معلمة؟ ليه ما قالت تدعي إنها راعية؟ لا، قال نبية، لأنه كلمة نبية تخص النبوءات، تخص الكلام اللي يحكي الرب جوات الكنيسة. بعض الأوقات نوقف أقول الرب أعلن أنه هذا اليوم في شفاء، الرب أعلن أنا هو الرب شافيك، الرب أعلن. تجي هذه النبية المزيفة إيزابل وتقول عكس الكلام اللي بيحكي الرب لك، تتنبأ على حياتك، تتنبأ على أمورك، وتستخدم ثلاثة أساليب غريبة جدا. شوفوا الأساليب التي تستخدمها إيزابل، التي تقول إنها نبية حتى واحد تعلم تعاليم غلط، اثنين تغوي. ما معنى تغوي عبيدي؟ تغوي، تغري، تغري، تخلي روح الإغراء بالداخل، ترسل أرواح شهوة، ترسل أرواح طمع، ترسل أرواح غريبة، تخلي عبيد عبيدي، تخلي أولاد الرب، مش بس أولاد الرب يخطئوا بالتعليم، لكن أولاد الرب متاح لهم أنه يعملوا أمور تطلق إيزابل بالمكان. إيزابل روح شريرة أتت من العهد القديم. عارفين شو عملته إيزابل بالعهد القديم؟ تزوجت رجل اسمه آخاب. آخاب كان ملك. أول عمل عملته آخاب، مين فاكره؟ قتلت جميع أنبياء. ليه أنبياء؟ جميع أنبياء الرب. ليه؟ لأنه النبي هو الشخص الوحيد اللي يطلق كلام الرب، يطلق النبوة، يطلق العمل الإلهي. هو الوحيد اللي يقدر يقول أشعياء 53 تنص على أنه بجلدات يسوع شفينا. هو الرجل الوحيد اللي يتنبأ ويطلق مسحة اسمها المسحة النبوية بالمكان، فيحصل شفاء ويحصل تحرير بسبب المسحة النبوية. شو تعمل إيزابل؟ تطفي، تقتل، لأنها نبية مزيفة.
تمسك المسحة النبوية داخل الكنيسة وتضرب الكنيسة بالمرض، تضرب الكنيسة باللعنة، تضرب الكنيسة بالانفصال، تضرب الكنيسة بتهديم العلاقات، تقتل المؤمنين الأنبياء داخل كنيسة الرب. تجي أنت جاي من برا ومليان شحنة، يا رب أنا بدي اليوم أستقبل من الرب، أستقبل أستقبل أستقبل، ومش دارك أنه في أيزابل بالمكان تخليك زي ما دخلت خرجت، زي ما دخلت للمكان وأنت ما عندك قوة، وحتى لو عندك قوة قليلة إيزابل تأخذ هذه القوة منك. تطفئ المسحة النبوية. ليه المسحة النبوية؟ لأنه الكلمة هي الحق. لما تطفي عندك كلمة الرب شو ضل عندك؟ ولا شيء. لما تطفي عندك الوعد شو ضل عندك؟ طب كيف عم تشتغل إيزابل داخل الكنيسة؟ اسمعوني، قلنا أول شيء عملته قتلت جميع أنبياء الرب. ثاني شيء عملته تزوجت من أخاب. أخاب كان ملك. أول ما تزوجت من أخاب عملت شيء غريب جدا. شايفين هذا الخاتم؟ في زيه بس اسمه خاتم ملوكي. الملك عادة يلبس ختم يختم فيه الأشياء، فيلبسه في إيده، ولما يجيبوا أي أوراق رسمية يأخذ هذا الخاتم يخليه بمادة ويختم عليه الورقة، فيصبح هذا الخاتم زي الطابو. عارفين مسمين بالطابو؟ عقد. عافية عليك، توثيق. فأخذت الخاتم من يد أخاب. الرب وصف كنيسة المسيح بوصفين، قال أنتم ملوك وكهنة. إيزابل تدخل للكنيسة حتى تأخذ الخاتم من إيدك، سلطانك، وتختم فيه أوراق وتختم فيه أمور ضد مشيئة الرب بحياتك. أنتم مش ملوك وكهنة؟ كم واحد يقول أنا ملك وكهن؟ تيجي إيزابل شو بتعمل؟ تيجي على الملوك تقول لك أعطيني الخاتم تبعك. كيف أعطيك الخاتم؟ ما أنا عندي أسلوب اسمه الإغواء. أنا بدي أرسل لك أرواح شهوة، بدي أرسل لك العالم. بالمناسبة لما تقول هذول مؤمنين، يعني ممكن مؤمن يسقط في خطايا نجاسة وزنا، إيه، بس بطريقة إيزابل الموضوع مختلف. طريقة إيزابل تقول لك أنا بدي أتنبه على حياتك، أنت مبارك، بس خليك ماسك العصا من لحد يحفظ، هاي مش آية. ساعة القلبك، هذه إيزابل. عيش عيش إيش؟ مش كله للرب، كفاية يوم الأحد، اطلع باقي الأيام إيش زي ما بدك. يعني أنت ماسكها راح تبقى سيس وسام، سيس وسام هرانة صلاة. يعني إيش شوي، انطلق اتحرك. هذه إيزابل، هذه إيزابل. شو بتعمل؟ تقول تغوي تغوي عبيدي، تخلي عيون عبيدي على العالم، وتضعف قوة الكلمة والنبوءة جوات الكنيسة. فلما تضعف الكلمة تضعف الروح. أنت ملك، نخذ خاتمك، هدفه تقتل القوة اللي فيك، تقتل روحك الداخلية من الداخل. تجي أنت مباشرة أول دفعة صغيرة باتجاه الشهوة، لقي نفسك تكعبلت ووحت على رأسك. شو بتعمل إيزابل؟ تعال نشوف. تعلم هد واحد، تعلم هد واحد، وتأوي عبيدي. شو يعملوا؟ حدا يقول لي شو يعملوا عبيدي؟ يزنوا، يزنوا. كل من يخطأ برات الجسد شكل، ومن يخطأ بالجسد شكل. ليه؟ لأنك أنت من تلتصق برات الجسد أنت بتسيء لجسدك شخصيا اللي مات لأجله المسيح بالكامل. أنت صورة الله، فبدأ تشوه صورتك، بدأ تشوه صورتك. كيف تشوه صورتك؟ تشوهها بالخطيئة، لكي يزنوا. هاد واحد اثنين، ويأكلوا كل، ويأكلوا ما ذبح للأوثان. للأوثان يعني شو؟ يأكلوا ما ذبح للأوثان يعني أنت يا سيسوسان بالعهد الجديد مش كل شيء مباح، مش كل شيء ما في حرام وحلال. آه صح، ما في حرام وحلال، في يليق ولا يليق، في يبني ولا يبني، في لا أحد يحكم عليك، لكن في كلمة الله تحكم عليك. إيزابل كل هدفها
انه تزيح القوه من عندك، تملاك خوف، تملاك ارواح خداع، تملاك ارواح نجاسه، تملاك ارواح استباحه. هذا هو هدف ايزابل من وجودها في حياتك، هذا هو هدفها. بس انتبهوا، قال الرب كلمه رائعه، قال له لي عليك قليل انك تسيب. شو يعني تسيب؟ تعرفون تسيب او تسهل او تغض النظر، مثل ما واحد يدخل للقاعه ويترك حيوان بالمكان، سايب الحيوان بالمكان يتحرك براحته، مش ضابطه، يقول له انت تتعامل مع ايزابل هذه مفروض تربطها جنب الباب، مفروض تربطها خارج المكان، المفروض اصلا ما تجيبها معك للكنيسه، المفروض انك تمسك فيها وتخلي قوه حضور الرب بحياتك اقوى من قوه هذه المراه اللي ماسكه فيك. هذه أشياء مهمة لك اليوم لما تقعد تفحصها أمام كلمة الرب، راح تعرف ليه في كنائس كثيرة ضعيفة، ليه في كنائس كثيرة اليوم توقف بدون سلطان، توقف الكنيسة توقف، يا رب انطيني كلام، انطيني إعلان، انطيني شفاء، انطيني، وما في ولا شيء. ليه ما في ولا شيء جوات الكنيسة؟ تعرفين ليه؟ لأن إيزابل عم بتعلم، بتقول لك زمن الشفاءات انتهى. إيزابل بتعلم، بتقول لك ما في معجزات. إيزابل بتعلم، بتقول لك العهد القديم كل وعوده خلاص انتهت، انت مش محتاج، كل اللي انت بتجتاز فيه هو مرض طبيعي، روح على الأدوية، روح على الدكتور، روح يشافيك، واعمل واعمل واعمل. انا مش ضد الدكتور، بالعكس انا فرحان ان الرب اعطانا نعمة بهذا الموضوع، لكن انا ضد إيزابل اللي تغير كلمة الرب بحياتك. تغير. في وقت إيزابل بالعهد القديم كان كل الناس بيخافوا من إيزابل، حتى في واحد نبي كان كبير كثير وقف قدام الرب قال له قتلت كل أنبيائك ولم أبقى سوى أنا، خذ نفسي وريحني. عارفين مين هذا؟ إيليا النبي الناري. ناري كان يقف ويطلع عليه الملك مرسل له 50 جندي، روح يجيبوا لي إيليا. إيليا يقف هيك ينظر للخمسين جندي يقول حي هو الرب الذي أنا أقف قدامه، يا رب ارسل نار عشان تأكل الخمسين جندي. وكان تنزل النار وتأكل الخمسين. كان عنده سلطان. احنا قلنا إيزابل شو بتعمل؟ شو بتقتل مين؟ الملوك والكهنة، وقتلت أنبياء الرب. بعد شوي درسل 50 ثانية، 50 جندي ثاني. قال إن كنتوا عارفين، كان قاعد فوق الجبل رجل على رجل بهاي الطريقة، إن كنتوا رجل الله تنزل النار تأكلوا الخمسين. وين هذه القوة؟ مرة واحدة وقف قدام كهنة البعل وذبح 450. خلوكم معي، ذبح 450 كاهن نفس اليوم اللي ذبح فيه هدول الكهنة، نفس اليوم ما عدى اليوم. قالت له بكرة الصبح بدي أخلي حالك حال هدول اللي ذبحتهم. أم ترك المكان وهرب إلي من أمامها. تعرف إيزابل تبحث عن شخص مؤمن قوي حتى يهرب من أمامها. إيزابل تدور على واحد ممسوح، واحد قال في يوم من الأيام أنا بدي أكون مستخدم، واحد وقف ومسك سلطانه وقال أنا عندي سلطان أدوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضرني شيء. بأول مواجهة تلاقي هذا الإنسان طلع ودخل أوضته وبدأ يبكي على خطاياه ومش عارف كيف يطلع من الخطايا، خطايا الإغواء، خطايا الشهوة، خطايا النجاسة، خطايا الزنا. ليه؟ لأنه جت امرأة قال عنا الكتاب تسيب، تتساهل معها هذه الامرأة، تتساهل معها أغوط عبدي هذا، أغوط فلان، فسقط في الخطيئة، دخل أوضته يبكي مش عارف شو يعمل. خوفت إيليا النبي وبدها ترسل أرواح خوف إلك، ترسل أرواح خوف، ترسل أرواح غواية، ترسل أرواح نجاسة، ترسل أمور حتى تخليك بعيد. وأنت لما تسقط بالخطيئة مش عارف الرب راح يسامحني لو أنا صليت ولا مش راح يسامحني، ومش عارف الرب سامحني ولا مش سامحني، ومش عارف وطلعت وتكعبلت وطلعت وتكعبلت واحدة بعد الثانية. تعرف ليه عم تتكعبل؟ لأنه في على حياتك دعوة، في على حياتك دعوة إيليا.
حي هو الرب. وقت التسبيح هللويا مجدا، بس طلعت برات جتك إيزابل دفعتك دفعة صغيرة، نسيت حي هو الرب الذي أنت تقف أمامه. تحتاج تقف ضد إيزابل. إيزابل روح شريرة، إيزابل مسؤولة عن كل شهوات بحياتك، إيزابل مسؤولة عن الخوف، إيزابل مسؤولة عن كل شيء في كلمة نجاسة. كل كلمة تخلي أمامها نجاسة أعرف أنه في إيزابل موجودة خلف هذه الكلمة وخلف هذا الصوت. أعرف اليوم لو أنت بتواجه هذا الروح في حياتك، الرب يقول لك ليه أنت سايبه يتحرك بحياتك وأم تتفرج عليه، وأنا شايف أعمالك وشايف إيمانك وعندك سلطان. وبالمناسبة أعمالك اللي أنت عم تعملها يوم بعد يوم هي أكثر من الأعمال اللي أنت عملتها بالماضي، بس ليه أنت سايب إيزابل؟ ليه سايب إيزابل؟ ليه تاركها؟ ليه تاركها؟ تاركها تاخذك من خطية الخطية ومن شهوة الشهوة، وتاخذك من عذاب العذاب، وتاخذك من ألم. ليه تاركها تخدعك؟ ليه تاركها تشتغل بحياتك؟ ليه تاركها وانت عندك سلطان انك تدوس عليها وتغير حياتك للأفضل؟ ليه تاركها تعمل بيك أمور انت في غنى عن هذه الأمور؟ لا تتهاون في هذا الموضوع. تعرف أحلى شيء لما يكون عندك أطفال وتمسك أطفالك وتقول أنا بكرس أطفالي للرب. أول ما تسمع إيزابل كلمة تكريس الجن. ليه؟ لأنك أنت بتكرس أولادك للرب حتى يطلعوا ملوك وكهنة لله أبينا. أنت بتكرس أولادك حتى أولادك يمسكوا السلطان ويكون عندهم مسحة نبوية. مسحة نبوية الكلمات اللي يطلق الروح القدس في بيتك، اللي أنت تطلق على أولادك، هي اسمها مسحة نبوية. لا تترك إيزابل تتجول بحرية، خلي سلطانك على هذه إيزابل. طيب هل إيزابل هذه تقدر تكفي طول الوقت معك؟ لا. قال له أعطيتها زماناً، يعني زمن إيزابل محدود. إيزابل تجي بدقائق حتى تخليك تخطأ، وبعد ما أنت تخطأ تشعر نفسك توسخت وصعب أنك تخرج من هذه الوساخة. بس أعرف أنه إيزابل لها زمان محدود. شوفوا هذه الآية، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها. شو عملت إيزابل؟ لم تتوب. أعطيتها فرصة للتوبة لكن هي لم تتوب، وأعطيتك فرصة للتوبة لكن أنت أيضا لم تتوب عن زناها ولم تتوب. ها أنا، حدا يقول لي من وين يجي المرض؟ حدا يقول لي من وين يجي السقم؟ من وين تجي الضيقة؟ من وين تجي الأمور اللي عم يحكي عن الكتاب؟ اسمعوا الكلمات الآن. ها أنا ألقيها في فراش هذا المرض، والذين يزنون معها فيه ضيقة. أي نوع من الضيقة؟ عظيمة. ضربة من هون وضربة من هون وضربة من هون وضربة من هون، مش لاقي توقف حتى يضربك العدو. ليه عم يضربني؟ لأنه إيزابل تاركها تشتغل 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 بحياتك، تاركها معطيها مساحة ومجال ومتساهل مع الخطية. شو يعمل العدو؟ يجي المرض، ألقيها في فراش هاد واحد. الذين يزنون معها، كلمة يزنون معها مش معناها بس علاقة جسدية، يزنون معها معناها يتبعوها، يمشون على تعليمها، يمشون على خطاها. هدول شو رح يحصل معهم؟ معهم في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبوا عن أعمالهم. طب وأولادهم؟ تعرفوا إيزابل تنتقل من جيل لجيل؟ تعرفوا إيزابل هذا الروح الشريرة ينتقل يتحرك عبر خط الدم من جيل؟ يعني لو أنت اليوم ما تبت، بكرة ابنك يستقبل اللي أنت بتعمله، ولما ابنك يكبر ومتاب حفيدك يستقبل، وحفيدك لما يكبر ومتاب يستقبل إلى الجيل الرابع، جيل بعد جيل يستقبله إيزابل. بعدين تجي أنت تبكي، ابني ما يسمع كلام، ابني مطلع عيني. ليه مطلع عينك؟ ابني عم يخطأ، ابني عم يعمل أشياء، ابني ماسك العالم وماسك الأمور الدينية مع بعض، شوية هون وشوية هون. روح صلي أنت هالروح إيزابل،
صلي وقف هذا الروح خليه يشتغل. أن كانوا لا يتوبوا عن أعمالهم وأولادهم أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. هذا عمق، هذا عمق جديد. يمكن أنا أول مرة أوعظ بهذه الطريقة في الكنيسة، لكن الرب رتب أني أوعظ هذا اليوم من هذا الموضوع. تعرف اللي تهاجمه روح إيزابل يشعر أنه مشاكله ما لها حدود، عميقة، يشعر أنه ظروفه هو الوحيد اللي بيجتاز في هذه الظروف الصعبة، بالرغم ممكن تكون أنت إنسان جيد، عندك أعمال جيدة، بتخدم، بتحب يسوع، بتحب يسوع، بدك هيك لما تسمع عن يسوع بدك تطلع كل اللي بجيبتك، خليني أعطي للخدمة، خليني أدعم، خليني خليني خليني. أقول لك رب عارف أعمالك، بس هذه أعمالك مش رح تنفع لو أنت سيبت إيزابل تشتغل بحياتك. هذه أعمالك حلوة، رب يباركك، بس مش هي الحال لتغيير حالتك، مش هي الطريقة اللي تخلي الرب يقول ها خلص هذا دفع مصاري، خليني أتغاضى عن إيزابل، أتغاضى عن الشر اللي بده حياته، أتغاضى عن النجاسة. لا، مش هي الطريقة. رب يقول لك امسك سلطانك كملك وككاهن، امسك سلطانك. ليه خايف؟ ليه مرعوب؟ ليه مرعوب؟ ليه لما تيجي قدام الخطيئة تضعف وكأنه حدا ماسك السياط وعم يضرب جسدك حتى ياخدك عبد للخطيئة؟ ليه؟ ليه بتعطي فرصة للعدو انه يربطك ويضربك بالصوت؟ الشهوة صياط تنزل على ظهرك. ليه؟ ليه بسمح؟ من عندي الأقوى؟ من هرنمنا؟ طمن، خايف ليه؟ خايف ليه؟ ناقش اسمك. تعرف احنا ليه ناس كثير بتخاف من إيزابل؟ لأنه شايفين إيزابل ومو شايفين قوة الرب وعمل الرب. يقول له إيزابل عندك، عندي عليك شيء قليل، امسك سلطانك ضد الشيء القليل لأنه معك الشيء الكبير. فاكرين واحد بالعهد القديم كان عنده خادم اسمه جيحزي، كان هذا الرجل تلميذ لإيليا اسمه أليشا. في يوم حاصروا أليشا والخادم بالبيت، وجاء جيش حاصر من الأشرار، حاصر أليشا وحاصر جيحزي. صحي جيحزي شاف هذا الجيش انرعب، اجى جري على أليشا قال له الحق، هجوم، هجوم بري بحري جوي. قال له شوفي، قال له كل جيش أرام محاصرنا خلاص. شو عمل أليشا؟ قال له يا رب افتح عيناه، افتح عيناه هذا الصبي لساته صغير. لما تفتحت عيناه شو شاف؟ شاف جيش آخر يفصل ما بين جيش آرام وما بين أليشا وجيحزي. قال له اعرف ان الذي معنا اقوى من الذي معهم، مش الذي علينا. انتبهوا، مش علينا، ما في حدا علينا. الذي معنا أقوى من الذي معهم. قال طب شو الحل؟ قال له بسيطة جدا، يا رب أعطيهم عمى، عماهم جيش كامل عمي ما ضل يشوف. راح عليهم أليشا قال لهم شو بدكم؟ جايين ندور على أليشا، وأليشا عم يحكي معهم. قال لهم تعالوا بدي أخذكم على المكان اللي فيه أليشا. مسك كل الجيش وأخذوا إلى مكان الأعداء بالمكان. قال له يا رب افتح عيون هذول الناس. قديه عندك سلطان وانت مش مدرك سلطانك؟ قديه عايش بالمرض، راضي باللي انا فيه، راضي بالخطيه. طب ليه راضي بالخطيه وانت اللي معك اقوى من الذي عليك؟ ليه راضي انك انت تسلب؟ ليه راضي انك تعيش تحت هذا المستوى من ضعف حياتك الروحية، وكل يوم تسلب تسلب تسلب، وتجي نهاية النهار يا رب ما عندي كلام أقوله، ما أعرف أصلي يا رب، شو أقول لك بعد ما أنا اللي عملته، بعد ما كل اللي عملته يا رب؟ تقعد تبكي، وثاني يوم وثالث يوم يروح تأثير دموعك وبكائك، وترجع إلى نفس الخطيئة، وترجع إيزابل تقول لك أنا هون، أنا موجودة. ليه موجودة يا إيزابل؟ لأنك أنت سامح لي، أنا موجودة. حدا سامح لإيزابل؟
أول مرة صلينا ضد روح إيزابل كان معي خادم للرب رائع جدا، اليوم لابس أخضر، لا حدا يقول مين هو. وكان أول مرة يسمع صوت إيزابل وهي بتحكي. كنا بنصلي وهو واقف بالخلف حتى يمسك الفتاة لتوقع، وأنا معتمد عليه بصراحة، يعني أنا مطمن، معي أسود بكل مكان. فأول ما حكت إيزابل وبدت هي عندها نوع من المياصة مش هيك سموها، دلع، ترك مكانه خلفها وجاي ينظر إلها هيك. بس كان يوم رائع، كان أول مرة في قوة الروح القدس تظهر بهذا المكان، كان في حضور للرب رهيب جدا. إيزابل روح شرير ساقط، تعرف اللي عندك مين؟ عندك اسم رب الجنود، عندك ملائكة مقتدرين قوة يحلون حولك، عندك ملائكة محاربة، عندك ملائكة تحميك، عندك ملائكة تدافع عنك، عندك ملائكة. بس لا تنظر للملائكة، لأنه معك الروح القدس قال أسكن فيك وأكون حولك. أمسك سلطانك ضد هذا الروح. هذا الروح بدي، هذا الروح اسمه روح انفصال. لو عندك انفصال عائلي أعرف إيزابل بالنص، لو عندك أمراض ما لها حل دكاترة عايزين أعرف إنه إيزابل، لو في غواية وشهوة عم بتحاصر حياتك أعرف إنه إيزابل، لو دخلت في أي مجالات سحر أعرف إيزابل، لو اعتدى عليك في مرحلة الطفولة أعرف إنه إيزابل. سهل جدا، قل لي إيزابل باسم يسوع أنا أنتهلك، اطلع من هذا المكان، ما عندك مكان في بيتي، ما عندك مكان. أختم بهذه الكلمات الأخيرة، يقول من يغلب شو يعمل؟ ويحفظ أعمالي إلى النهاية وحرجع له السلطان. شوف الكلمات قدي حلوة، من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطي سلطان، مش بس على روح إيزابل لكن على كل الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد. يعني سلطان عالي جدا. حدا يقول الكلمات اللي بعدها، كما تكسر آنية من خزف. بيدك سلطان، وتخيل هذه السلطان اللي عليك آنية من خزف، وانت بيدك اشي حديد، في ايدك مطرقة حديد، في ايدك كلمة الله هي حديد. لما تمسك الكلمة، لما تمسك الحق، العدو كآنية كخزف امامك باول ضربة يتكسر. اضرب، لا تقبل، لا تقبل الآنية اللي عندك تتحول الى كما تكسر آنية من خزف. كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه، شوف المكافأة، وأعطيه مين؟ كوكب الصبح المنير يسوع. يسوع بده يعيش معك، يدافع عنك، يمسك فيك ويقول لك أنت إلي، أنا ماسك فيك، اسمه كوكب الصبح المنير. هاليلويا. إذا بدكم ترجعوا لكوكب الصبح المنير تلاقوه آخر سفر من العهد القديم، يتكلم عن كوكب الصبح المنير لما يجي وأجنحته مليانة بالشفاء. من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله. عندك أذان؟ عندكم أذان؟ هذا حدا عنده أذن؟ سمعتوا شو قلت؟ فليسمع ما يقوله الروح للكنيسة. تعال نصلي. لو أنت واقع تحت الكلمات اللي أنا حكيتها، إغواء، إغراء، شهوة، أي شيء على حياتك شعر إنه إيزابل مدت أنيابها، ذكروا هذه الكلمات. إيليا آخر كلام حكى عن إيزابل قال إيزابل ستأكل الكلاب لحمها. قول لي إيزابل الكلاب بدها تأكل لحمك. أي روح بيهاجمك، بيفرق حياتك الزوجية، بيخليك بالخوف، بيخليك في موت، بيخليك في مرض، وانت شاعر انه هذا الروح له علاقة بإيزابل، صلي الآن باسم يسوع. قل له يا رب انا مش رح اسيب هذا الروح يلعب بحياتي ويغريني ويغويني ويعمل مشاكل، انا مش رح اسيبه. من هذا اليوم انا باخذ قرار، يقول ان لم تتوبوا انا بدي اتوب وارجع للرب من كل قلبي. في ترنيمة بتقول راجع للآب الحنان، واثق إني أنا ليا مكان. رنم هاي الترنيمة بداخلك. ها
هاللويا. في ترنيمة أيضا بتقول هل أطرق بابك؟ لو كان إيزابل سرقت منك حياتك، سرقت منك أشياء كثيرة، تشعر داخلك مريت في سواد. الرب اليوم بده يقيم من جواتك هذا السواد، بده يرفع الخطيئة من داخلك. بس صلي بإيمان، من فضلك صلي من قلبك، اطلب الرب الآن، قل يا رب أنا مش رح أسيب هذه الإمرأة تغويني ولا تعلمني أمور ضد الكلمة، ما زال يسوع يجول ويصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ما زال يسوع قادر يشفيك. أنت مريض؟ لو أنت مريض بس ارفع إيدك قل يا رب أنا عندي مشكلة بالصحة، يا رب مد إيدك واشفيني من كل مرض. لو أنت مقيد قل يا رب أنا مقيد. لو أنت تحت ضغط، تحت مرض، تحت روح شهوة مش عارف كيف تتصرف، بينك وبين الرب، رب ارفع قلبك للرب، مش لا ترفع يدك، ارفع قلبك للرب قل له يا رب باركني وبارك بيتي وحررني من روح إيزابل باسم يسوع. هاللويا هاللويا. خليك بروح الصلاة وانت بتسمع هاي الترنيمة حلوة. هل أطرق بابك بعد ضياع الكل، أو يصلح أن أقترب إليك بذلي؟ ضيعت وأنا فرحتي مني بجهلي، قد كنت حبيبي وخلي أنت بل أهلي، وتركتك لكني أعود فترحمني. ولا بيدي إلا الوعد ليذكرني، والقلب بأحشائي يناديك اجبرني. أشتاق لحضن الآب وعطفه يقبلني، جملني فقبحي قد ذهب حتى الأحشاء، وسواد الليل تسرب في انتشر الدار. أشتاق لخالق من عدم يدعو الأشياء فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء، حللا بيضاء. أشكرك يا رب، أشكرك أشكرك على كل ما صنعته معنا في اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.